السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرتنا لهذا اليوم، وإليكم عناوينها. القضاء الإيطالي يشتكي عدم تعاون نظيره الجزائري حول فضائح الفساد المتكررة بسوناطراك، والمكتب السياسي للأفلان يثور على عبد الرحمن بالعياط في ظل تصعيد مضطرد بعد عودة بوتفليقة من مشفاه بباريس. وتتابعون في النشرة أيضا، البطالون يعودون للاحتجاج من جديد بعد رمضان المعظم. وفي الأخير، بعد مجزرة الحرس الجمهوري، بلطجية النظام الانقلابي في مصر يزهقون أرواح 5 سيدات بالمنصورة وعشرات الجرحى. إلى التفاصيل. بخصوص التحقيق القضائي في ملفات الشركة الإيطالية سايبام وأسانسي لافالا، أعرب القضاء الإيطالي عن تذمره من عدم تعاون القضاء الجزائري حول فضائح الفساد بسوناطراك، وكذا تقاعسه وعدم مد يد المساعدة لنظرائهم في إيطاليا، فيما يتعلق بمعلومات شكلت مضمون مراسلات عديدة طلبوها من نظرائهم ولم يحصلوا عليها. وكما أوردت مجلة جونافريك نقلا عن قضاة بميلان الإيطالية انتقادهم لكيفية تعامل القضاء الجزائري بشأن ملف الفساد في الشركة الإيطالية سايبام والشركة الأمريكية أسانسي لافالا وكذا شركة سوناطراك، كما وصفت المجلة المذكورة التنسيق بين هؤلاء جميعا بالمحدود والناقص. ونقلت مصادر صحفية عن القضاء بميلانو أن هؤلاء القضاة طلبوا عبر العديد من المراسلات الموجهة إلى القضاء الجزائري بإمدادهم بعدد من المعلومات تخص 8 عقود ذهبت إلى الشركة الإيطالية خلال 2007 و2009 بلغت قيمتها الإجمالية حسب القضاء الإيطالي 11 مليار أورو، بيد أن القضاء الجزائري لم يعطي أي أهمية لها ولم يتعاطى معها سلبا أو إيجابا على حد تعبيرهم. هذا وقد وجه القضاء الإيطالي لوما صريحا وانتقادا لاذعا إلى نظيره الجزائري على ممارسته التكتم المريب في قضية سوناطراك التي امتدت خيوطها إلى شركة سايبام وإيني. أعرب منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمن بالعياط أعرب عن تحفظه إزاء تنظيم اجتماع دعا إليه المكلف بالإعلام السيد قاسى عيسى خوفا من إفشاله من طرف المعارضين. كما أكد المكلف بالإعلام قاسى عيسى أنه رفع طلبا إلى المنسق العام بغية استدعاء المكتب السياسي من أجل إعداد بيان سموه تذكير ببديهيات عددوا من خلاله جملة من المشاكل التي يتخبط فيها الحزب، كذا التطرق إلى العديد من المكائد والمؤامرات لجر الحزب إلى متاهات لا يحمد عقباها في ظل هذا التشنج على حد تعبيرهم. ومع تفاقم الوضع يبدو أن الصراعات داخل الأفلان تتجه نحو التصعيد بعد أن قررت جماعة عمار سعيداني احتلال المقر المركزي للحزب وكذا إبعاد عبد الرحمن بالعياط من منصبه على خلفية الإشاعات الواردة أنه يعتزم غلق المقر المركزي تجنبا للصراعات والمشادات التي قد ينجر عنها ما لا يحمد عقباه على حد تعبيره. تجدر الإشارة أن جماعة عمار سعيداني محسوبة على جناح الأمين العام السابق عبد العزيز بالخادم، وقد التحق بهؤلاء المعارضين منسق محافظات العاصمة أحمد بومهدي، وحجتهم في ذلك أن المنسق العام بالعياط يتخذ قرارات ارتجالية. هذا ويعزو عدد من المراقبين احتدام الصراع إلى عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من باريس. وقع أكثر من 1000 بطال من ولايات غردايا ورقلة وتمنراست والأغواط وأدرار وقعوا على بيان مفتوح مستنكرين طريقة معالجة الحكومة لملف البطالة في ولايات الجنوب، كما دعا البطالون إلى مشاورات مع اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين وهذا للتفاوض مع الحكومة، كما ركزوا على ضرورة تحريك احتجاجات شعبية مباشرة بعد رمضان والعودة إلى احتلال الشارع جراء قرارات الحكومة الجوفاء. وأكدوا أن السياسة العرجة التي تنتهجها الحكومة لا توصل إلى الغاية المنشودة حسب ما جاء في البيان، كما اقترح أصحاب المبادرة الاعتصام السلمي أمام رئاسة الجمهورية في سابقة هي الأولى من نوعها لرفع سقف المطالب والمطالبة بتشكيل لجنة أهلية للتحقيق في التجاوزات الإدارية وكذا التلاعب بملف النفط في الجنوب، كما قررت تنسيقية عمال المناولة في الجنوب الانضمام إلى اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين لما لمسته من جدية في التعامل مع ملف التشغيل. كما ندد البطالون عبر البيان دائما بما وصفوه بالتصرفات الطائشة الممارسة ضدهم في تحد صارخ واستفزاز،
كما جاء على لسان منسق ولاية غردايا الذي انتقد التصرفات الارتجالية التي دفعت بشركة سوناتراك إلى إسناد توظيف المئات من الحراس لشركة أمن متعاقدة مع الشركة الأمريكية، لنعود على حد تعبيره إلى المربع الصفر، أي قبل 14 مارس على حد قوله. بعد الاعتداء الجبان من قبل عصابة من البلطجية معظمهم من رجال أمن بلباس مدني، اعتدوا على مسيرة نسائية سلمية لدعم الشرعية في المنصورة، والتي أسفرت عن مقتل 4 سيدات بطعنات سكاكين، وسيدة خامسة لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها الخطيرة. وكان واضحا أن هذا الاعتداء على مناصرات الشرعية تم تنفيذه محاولة لإرهابهن وثنيهن عن مواصلة الاحتجاج على الانقلاب. وقد وصف الدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة، وصف الداعمين للانقلاب والمبررين له أنهم شركاء للانقلابيين في المسؤولية عن الدماء والمجازر المتكررة. وقال البلتاجي أنه بعد مقتل النساء المنصورة على يد بلطجية العسكر وشرطة العسكر، قال أن الأقنعة قد سقطت الآن عن السياسيين والحقوقيين والإعلاميين الذين وقفوا مع الانقلاب العسكري، والذين برروا موقفهم بحجة أن ما جرى ليس انقلابا وإنما موجة غضب شعبي ضد الرئيس مرسي. وأضاف سيد البلتاجي أنه رغم استمرار قتل المعتصمين السلميين على يد العسكر تارة وبلطجية العسكر تارة أخرى، فإننا نشهد صمتا ورضا هؤلاء الذين ملأوا الدنيا ضجيجا طول العام الماضي ضد من كانوا ينعتونه بالرئيس الدكتاتور بدعوى قمعه الحرية العامة وتقييد حرية الإعلام وانتهاك كافة حقوق الإنسان، ولم نعد نسمع لهم اليوم صوتا أمام هذه المجازر والانتهاكات الجسيمة. وقبل أن نفترق ندعكم مشاهدينا الكرام مع هذه الصور الكاريكاتورية التي صدرت هذا اليوم، كما نلفت عناية مشاهدينا الكرام أنه يمكن لهم التواصل معنا عبر العناوين التالية: الإيميل info@rashad.tv، بالإضافة إلى صفحة النشرة على الفيسبوك، وهي العناوين التي نستقبل من خلالها ملاحظاتكم ومشاركاتكم وكذا دعمكم الحيوي الذي يساهم في استمرار تلفزيون رشاد. إلى هنا ينتهي موعدنا الإخباري لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.